قسم تقنيات التخدير يهتم بمتابعة المرضى في صالة العمليات ووحدات العناية المركزة. قسم تقنيات التخدير يمنح المهارات والخبرة اللازمة التي تؤهله للعمل في المستشفيات. قسم تقنيات التخدير من الأقسام العلمية الطبية التي لها دور كبير في إعداد كادر فعال ذو خبرة عالية. فمختبراتها مجهزة بأحدث الأجهزة والقاعات الدراسية ملائمة للبيئة التعليمية، معروفة بالرصانة العلمية وكفاءة الكوادر التدريسية. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.